صراحة أنها كانت الجلسة مش سهلة كتير، وإن شاء الله الجلسة الثانية بتكون أسهل. طبعا إحنا تكون متوقعين القطعة مش نفس اللي أجت. ثاني إشي إنه الأسئلة مش مباشرة كتير، إن شاء الله الأسئلة الثانية بتكون سهلة الجلسة الثانية. وبدنا أهم إشي يرعونا بمادة التاريخ، لأنه مادة التاريخ كتير زخمة وكل النقاط متشابهة مع بعض. امتحان جلسة الإنجليزي كانت صعبة، بس نوعا ما أنا تجاوبت مع الامتحان. برضه هم مش مراعيين، مش موزعين العلامات كما هو مطلوب، توزيعهم مش مناسب بالمرة، فياريت أنهم يراعونا بالتصحيح، يعني خلال التصحيح، لأنه في طلب كثير كانوا متوقع أنهم ينجحوا فيه. بس نوعا ما يعني القطعة كانت صعبة برضه، حكوا لنا الأساتذة 98% قطعة الجلوبالايزيشن، قطعة بالكتاب حكوا لنا هاي متوقعة، فيعني معظم الطلبة ركزوا عليها، فهم جابوا لنا قطعة تانية وقطعة أخرى، فلا يعني مش موزعين. حتى نفسها القطعة نفسها مش مراعيين إنه في طالب مثلا ضعيف، إنه في طلاب ضعاف، لا هم جايبينها للطلاب الأقوى من هيك. بس نوعا ما أنا بالنسبة لي نوعا ما يعني جاوبت مع الامتحان، بإذن الله بنجح فيه. امتحان اليوم يعني أنا كنت متوقع إنه كتير رح يكون سهل، بس كان كتير صعب يعني، وفي توزيع العلامات بالمرة يعني مش صح، يعني في أسئلة عليها 8 علامات وبالهبأ، يعني ما في إشي نكتبه، وفي أسئلة تانية المفروض يكون عليها أعلى علامات وبس كان ما عليها علامات كتير منيح. يعني هم عارفين كيف لازم يوزعوا بالنهاية، بس لازم يراعوا إنه في يعني طلاب مش رح يعرفوا هاي الأسئلة اللي عليها 8 علامات وأكتر. فيعني إن شاء الله خير. الحمد لله كانت سهلة، بس في تنقيب على توزيع العلامات لأنه ما كان منيحة على أسئلة الترو أور فولس، حاطين 8 علامات عليهم هم 4، والباقي كله مباشر، أسئلة مباشر. الحمد لله سهلة كانت الجلسة. في صعوبة كان اليوم في الامتحان؟ لا ما في صعوبة، بس كان في شوية تركيز على الأسئلة مباشرة، بس بدها شوية تركيز لأنها دقيقة جدا، يعني لازم تقرأ مضبوط السؤال أكثر من مرة عشان تقدر تجاوب عليه. حال الإنجليزي اليوم الجلسة الأولى مش صعب كتير، سهل، بس القطعة فيها إشكالية خفيفة، لأنه أسئلة في القطعة دقيقة شوية، معاني فيها غموض يعني مش كتير. وبالنسبة لتوزيع العلامات، توزيع العلامات برضو مش مليح كتير، في مليح يعني هم، بس في إشكالية شوية. القطعة ترو الفوز حاطينها 8 علامات على 4، يعني اللي غلط بالأولى أو الثانية مثلا إنه يكون كان غلط كبير فيهم، هي أكل 4 علامات وكتير غلطانين فيهن، بس هيك. الحمد لله إن شاء الله نحسالك ومليحة، وكل طالب يعني حسب جهده شو درس شو إشي، يعني إحنا منيجي أول شيء بنطيهم دافع من يعني بنشد عايدهم، حتى لو الواحد يعني كسر في باقي امتحان بنطي أمل في الباقي يعني. وهنا دائما في الدور أيام يعني بتتعب ومهتمة في ابنها بعد ما ربت وكبرت، يعني بستنى بهاي اللحظة إني أفرح فيها.